أكبر. سبب حضورك اليوم لمدينة فايلي؟ اليوم أنا حضرت لمدينة فايلي، جيت شارك بالمظاهرة بالذكرى العاشرة للثورة السورية. يا أهلا وسهلا فيكي. شو هو شعورك اليوم وشو بتعتقدي أنه رح يكون مصير الثورة السورية؟ أنا اليوم كتير مبسوطة جيتي لهون، وإن شاء الله بإذن الله الثورة السورية منتصرة بزوال بشار الأسد إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. شو هو رأيك أسباب تأخر انتصار الثورة؟ أول شيء خذلان الدول العربية كلهم تآمروا على الشعب العربي السوري، وإن شاء الله بتمنى الفرج القريب لسوريا وشعبها يا رب إن شاء الله تعالى. في كلمة بتحبي توجهيها للشعب السوري بأوروبا وبدول الجوار وحتى بالداخل السوري؟ بحب أقول إن شاء الله الفرج قريب، وإن شاء الله النصر كمان لكل الشعب السوري قريبا بإذن الله تعالى، وبقول عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد، وإن شاء الله يلم شمل العالم كله بالفرج القريب لهالشعب كله ولهالشباب، والإفراج على المعتقلين أهم شيء. أختي سميرة أهلا وسهلا فيكي، واليوم رح نوجه لك بعض الأسئلة. شو هو سبب قدومك لمدينة فايلي في الدنمارك؟ قدمنا لمدينة فايلي بالدنمارك، نحن ساكنين من بعد من هون 4 ساعات تقريبا، جينا لأحياء ذكرى الثورة السورية العاشرة بمدينة فايلي. شو بتعتقدي رح يكون مصير الثورة بعد مرور 10 سنين؟ والله بتمنى انه نصل بالنهاية للحل، انه توحد الشعب السوري جميعا وينال حريته ويسقط النظام المجرم اللي هجر العالم من بيوتها ومن بلدانها، ونرجع لوطننا بعدم وجود بشار الأسد وعصابته. شكرا كثير لك، اهلا وسهلا فيك. شو هو سبب مشاركتك اليوم بالمظاهرة؟ سبب مشاركتنا اليوم بالمظاهرة هي احياء الذكرى العاشرة للثورة السورية اللي بلشت بال 2011 ضد المجرم بشار الأسد. شو شعورك اليوم؟ شو رأيك رح يكون مستقبل الثورة السورية؟ إن شاء الله المستقبل جيد جدا، وبشار الأسد لابد من زواله. الثورة فكرة وموجودة بكل عقول البشر الموجودة بالداخل وبالخارج، ونحن رح نضل نقاوم هذا النظام حتى إسقاطه من الداخل ومن الخارج، وراجعين لبشار الأسد لخلعه من قلب الكرسي تبعه إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. برأيك كسوري شو هو سبب تأخر انتصار الثورة السورية؟ والله السبب هلأ في عدة أسباب لتأخر الثورة السورية، من ضمن التدخل الدولي، من ضمن تفرقنا. نحن تفرقنا لأنه معظم الدول دخلت في الحراك الثوري تبعنا، وكل دولة إلها رأي وإلها حصة ونصيب من الغنيمة اللي بدها تصير، ونحن الشعب السوري ما كان في عنا قيادة تمسكنا كلياتنا كشعب سائر، لذلك استغلوا الفرصة وشتتونا بين فصائل وأحزاب وخارج وداخل، وفي ناس متسلقين كتير طبعا في أي ثورة في العالم، وطولت الثورة وانتهت سوريا، اتدمرت شعب وحجر وكل شيء. بس بإذن الله الثورة فكرة والفكرة ما بتموت. في كلمة أخيرة بتحب توجهها للشعب السوري؟ لازم الشعب السوري يكون أخوة بكل معنى الكلمة، إيد وحدة ضد هذا النظام. العالم كله شايف الإجرام وما حدا عم يساعد الشعب السوري. هذا الشعب السوري لازم يكون إيد وحدة، إذا ما كنا إيد وحدة مستحيل يسقط النظام، لأنه كل العالم مستفيد منه، مستفيد. أما نحن شعب لا حول ولا قوة. شكرا كثير أخي حسين، وأهلا وسهلا فيك. يسقط بشار.